بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا تانا كلمة ذكرين وحق عبد الدارن إياه كلمة الأخ عبد الحليم مقدمك ويقول المامي وإن أنا هي علامة وهذا العلوس و مركا مبالغة حتى عالم حتى هو يكسر علوس مركا علوس كم قادك عبد الحليم وقراله. أما والد دوبر الروبي والد واسكا هو أقبله، لكن إلهي بأوك تبارك وتعالى أحواشه رحان اسكنا هاي داد اسكا وعاضه داد كوحوشك شيغا، لكن علام النمضو حيوبه أنت صفات خاصة. الله يدين بركيه. أنت كذب بني آدم كإلهي تبارك وتعالى وهو كل شيء جاي إنه يهي ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. إنسان قال له أبورتي يقاني هيا وهو كل شيء جاي إلا أبوري سوى ضعيف ضعفي قاسي وهو نقول يا شركة وهو نقول يا ضعف عقلي جا وهو نقول يا ضعف جا قدرة يا ودة وضعيف ومخلوق ضعيف هو إلهي إن بدن ومخلوقاتك كلا كم إذا وكفض لي بني آدم كا ولقد كرمنا بني آدم ولا فضلي أدنى مع ذلك أودي سوي حدد انته أود أن حد لهين أو مطلقة ووحصور ريبا أن لهين إلهي كليا إسكالي، لكن مخلوقات كي سرمان توت متكست أودي سوي حد بيلاد من هذا كما قوى حكم ذي هاي مخلوقات كا أودو ذو أي إسكير تهي وحكري كرا أي ضعيف تهي. ما دام مرك أودي سؤال ضعيف تهي إنه أدون كان عميران الله تلقى لي إنه هر مريو إنه وحصو سارو إنه خير كفافيو إنه حمان تكهر تغو أساس وحلو قرد لغي وحلل إسكاشيك كان تورتي يريد هل كنت علي يتورتي يريد إنه سوكي كيو كتبنا تبرها يريركو اسوتغي وواح وين كو حقيقي سداس دراديد و الله تبارك وتعالى ابن ادم كو حكو ابوري اسغو اه و هو ابوري اسغو اه كائن اجتماعي ومخلوق ابهن ان او اسلا نولادو كليغي روح غوني وما نولان كرو وينو ضل النولادو وينو بني آدم النولادو بل إنه كلجي نولادو معناه ذو حويان والنوع كم إذا عذابك هدي حبس الجوجليو لوحده قري لوحده قري كانوا حول الجوجو دياري كلجي على اللقاد ديكو بني آدم هينتي سك اللقاد نحسار واحد ربطي قرن الديار بوكويه هذه عمتتها هي هذه عبيتانتها هي هذا واحد ربطه نوع ديار لكن كلي قابتها ما تشوقي قرت وين أدر هذه صدت كي كلا ميتكاها وين الله فردي صدت وين الله شاكي صدت وين الله حلو وذاكت مركة معناها سألقا وذا مركة اللي هي وكائن اجتماعية ومخلوق إنه وضنه هذا إلهي وأبوره تبارك وتعالى
ساس دراديت أي الله تبارك وتعالى مركو أبوري أبهن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مركي بوحى لقى أبوري استجى فيديس شركي سقار كم إذا وحى لقى أبوري حاس كيس الحواء حوائي آدم وحالي سوى أبوري إنه يسكو حسلان ويسكها الشدان ومهام تنرش أي وضقبتان حوائي آدم وذا تشري دودي يكون كودي بني آدم كلا كترمي عرورتي سيبا كرنهاتي هل كاسو بني آدم كمركا كسو أبورمي مركزو كالباهي او كالفيدي او نقضي قبائل يقرمو يتشلبيو يواكال بحبحي لكن اسل كيس واسكمت سكستو او كالبحي او نولك او باهي او قاردها او كالفيدي او مدبديس او كالدوينيهين او مستواها نلوش او كالدوينيه ولي وحا كالحي عنصر كي اها انو او باهي هاي عد او كاشدو او وحلق ابصدو ninku keligii ma joogi karo ninku waa inuu haas helo sooma saas taradad bay ilaahu wuxuu yiri wamin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha yani sumarka irago xalay isugu abuuray inay isku xasilaan bimaana ninku markuu reer laayay waa ditsan yahay waa nin ditsan on the ganeen wareer ku jiro xaaladu ka qasan tahay in la dijiyo la rabo marka la xasiliyo marka labadii ruux waa isku xasilayaan noloshii bay wadaagayaan shaqadii baa la qaybsanaya hooyadii gurigu qayb bay shaqadii ka qabanaysa odaygii reerkuna shaqadii qayb buu qabanaya takamul baa imaanayo shaqadaas way is dhameystiraysaa arurti ba soo kordhayso iyagana shaqadii qayb ka qabanaya in aadanka marka wax way sidiisaba wa kaankaas iyo makhluuqa iskaashiga iyo xoda qabsiga iskarabsiga ku saleysan way laakiin iskaashiga ayaa minna alla jacaliye midna uu naciye waxa la isu kaashanayo ee la isugu kaalmeynayo ee la wada qabanayo yumarna alla jacil yahay marna naceb yahay iskaashiga asal ahaankiis iyo camalka jamaaciga iyo wax isla qabashada waa fiican tahay waa arrin fitri ah wax bini aadamka ku abuuran laakiin maxaad isu kaalmeysanaysaan maxaad qabanaysaan maxaad isku garab siinaysaan markaas waxii kalab uu kala baxaysaa wax fiican oo Ilaahay jecel yahay iyo wax xun oo Ilaahay naceb yahay sidaas uu Ilaahay u kala saaray midda wanaagsana waa in aan amray inaan isu kaalmeysano midda xunna waa in aan reebay inaan isu kaalmeysano muxuu yiri Allah tabaaraku ta'aala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaah iskaalmeysta wixii wanaag ah albirru waa kelima jaamica ya wixii wanaag oo dhan ayaa birri la dhahaa wa taqwa ya alka cabsiga birrigay ka mid tahay wixii wanaag ah iyo wixii alka cabsiga iyo wixii masaliixa iyo wixii danaa isu kaalmeysta waxaa laga dambeysiyay walaa tacaawanu ay sukaalmaysanina garab iyo gacan hays ku siinina cala alithmi wixii dambi ah wal udwani wixii xad gudub ah dambiga laba u qaybsama dambi adig kugu eg iyo dambi dhibkiisu adig ku dhaafsiisan yahay oo makhluuqa kale gaadhayo midku dooni ha noqdo wixii xumaan ha garab ha isku siinina
لبدا الريموت مارك مجالك يا شيقه ليسكو كالميسانيو ايو مدنا الا جعل يهو انا امري مدنا الا نعب يهو انو ديري كان لينا فري ان سو كالميسننا الا جعل مصلحتنا نو كو جيرتا دنتنا كو جيرتا كان لينا غريبينا الا نعب مصلحتنا ني دنتنا نو كو جيرتو halka marka waxa ka soo baxay sax ina iskaashanno wada noolaano magaalooyinki wada dhisanno hawlihi caamki iyo masalixdi wadaagno wada ilaashanno waa amrna nolosheena waxa ku saleysan ba saas kama maarno laakiin waxa la doonayaa ruuxa muslimka waxa uu gacan ka geysanayo ee uu ka qayb qaadanayo ow kalma ka geysanayo hadal ku darsanayo tala ku darsanayo dhaqaale ku darsanayo ya aqli iyo qalin ku darsanayo inuu ka fiirsado naswi disoor waxani wax fi amba oo markaa wax ku darso ma wuxun ba oo markaa isaga fogaato saasa quraanku inuu qeexayaa تعاونك مركب مبدئيا لقاهم مارم تعاونك اسكاشي عملك الجماعي وحوض القبسي لقاهم مارم دينتنا كمان مارمتو الدنيا دانا لقاهم مارمو الدنيا دان اركيساني وحي كل سنة هاي سيستم كا اسكاشي قويس كا باللاوانايا مجتمع او قدبية دولد دان نقونايا ساسا بني آدم كو كسليسيني نولوشي سكول سنة دينتنا كمان مارمتو دينت إلهي سودجي تبارك وتعالى إيادة أصله أيضا لفت إيادة قبشة إيادة فافنت إيادة حوچنت إيادة وحقبت كيادو إسكاشي كما مارمو نبي قال صلى الله عليه وسلم مرك إلهي سودري ووحيقو كبل الوضي يا وملك الجبريل يمد وإنت اللي إيجي وحقا اللي يرعى ماتوشي وإقراء باسم ربك الليل oo isagoo naxsan nabiga sallallahu alayhi wasallam u yimid xaaskiisa khadiija oo muxuu ahaay jirkiisa qaar kamida ay gariireysay oo yiri idada waa isu baqay halis baan galay oo khadiija ay ku tiri laa kalla maya habaqin wallahi la yuxsiik allah abadan ilahi ku hoojin maayo dhaqankaaga iyo dabeecadaadi wixii lagu yaqaanay marti soorka martida qaraabadood xiriiriso هذا الكوترون كشيكتو وناقاسي لقوقية قانو إلهي مرنكو هوشين مايو هبقين هل كان نبي صلى الله عليه وسلم دعوذي سمركي باللابة تايبا وحاق قرب النقضة أغوه الرئي خديجة قرب استاكت أيضا حدك لأينا نبي إسأركين صلى الله عليه وسلم سيد حديث بخاري تلمامية أي خديجة انتي خميسي وي قلبي سيدتشيسي وي كحيسي أي وحيو قيسي نن أي المادير هايين أو لديجر ورقة النوفل أو أضيء هايو دين تكريشتن كهيستي نو أي أرقنا أها مركز وحي تيري ناديرو بالويل كان هذا دير كأوتا هاي كدقي سوحو شيبي مركز وحيو كولي يا ابن أخي أدير هذا ركتي بل اي ور ركاس النبي صلى الله عليه وسلم وحو لا كل ما بو اوغا ورمي نين كتاب كي توريد يا انجيل يا وركود هيو اهاي مركي با وحو كو قنعي وحا النبي او يمي صلى الله عليه وسلم انو يهي ملك الجبريل وحو خير وديه نبي موسى او ايمان جيري وهي وحا كو يمي مركاس ولي با تمنيي حلقة طلقة أي كساري دونان الله ما نولاده ونمركا كوهي ليه مالين كاس لقب الله وحاقرب استاكتي خديجة رضي الله تعالى عنها وحلق النبي وقباه بدنا صلى الله عليه وسلم عيد إسقرب تاكتا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي iy saxaabadaas dambo dhon rumayntoodu dibbe ka iman
لكن سيدا حديثة كم وقت وحويان وحي ومركو كب اللوذي شخصي أجوه الرجال النبي قولوا ذاقي خديجة هاي حديث كين نص قطع خديجة مركي أجوه رجس اللو ذاقي أيضا مركي با شكي مجلين هري كرميسي تلاوة دي اللي قاني قادت ويس قرب تاكتي مالين كاسي يسو قرب تاكتي ويكو قيريوت رقي با يرين هذا عمر محوة هاي بكر محوة هاي علي محوة هاي محوة هاي حارثة محوة زيد بن حارثة ميوة زيد بن حارثة وهكذا مالين كاسي كوحدة سي نبي الرميسي صلى الله عليه وسلم وحيب الله بين إني إسقرب تاقان أيها التمرير مجتمعي كحوك بدن ياهي يا تكعن بار لا لإريان أيها أيها وحيب الله بين إني نبي صلى الله عليه وسلم قرب استاقان كي نقال الله نقال كقرب استاقو كي مقع يؤضي النمى لها بلشادة نحيدة كلها إنه مقع يسا كقرب استاقو كي رأي لها رأي يسي ليبتو وهكذا نبي صلى الله عليه وسلم مركز سداسي أي دعوة دي سكوفها بتاي دعوة وحي أهيد مالين كي أقول رسيب باللابطي وكو باللابطي إسكاشي كو باللابطي دعوة وحي أهيد مالين كي أقول رسيب كو باللابطي تعاون هي عمل جماعي وحوضة قبسي هي النبي صلى الله عليه وسلم صحابة دي سقوه قامين إياه إنو يعني وحوية وحلوة داقة صلوات ربي والسلام عليك سيدا سيمرك الدين تكو يرقش نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مركو إلهي أوحيو ذي ووحيقي كب اللوضي وحو ربيقي كعط صدي ربي ولالكي هارون ولالكي هارون قرب إيغدك ولالكي هارون قرب إيغدك وك إلهي وقال ذي سنشد عضودك بأخيك يا عدود دادا وحن كحو تشينينا ولالكا مركا عدود بو النقضي قرب بو النقضي ربن إسرائيل وحبار رميي سداسة دين تكوها نقاضي وهكذا أنبياء ذي هرساسة يغن وضعها مركا دين تو كما مارنتو إسكاشي الدنيا دون كما مارنتو إسكاشي لكن حبا أنت هاي إسكاشيكو وشينا نولوشو كم مارميني إني نمر والبكافير سنة وحينو إسكاشانين لأن إسكاشيك يوحوض قبسيكو وأود بني آدم كل إسكاشيكين يوه حوغا يربو كان يهيستا كما حوغا يربو هيستا كان دين عبو ضعيف كي يهي كان دين عبو كحوك بدين يهي وحيبا اللي إسكاشيكين يا مركزي وحي دالين إسا أود حوك بدن يا بلو فير صدا مثلا وحاكم إذا إسكاشيكا إن عقلي اللي إسكاشيكين وماشي كنت تميد مبدأ شورضة مؤمنين تبركوا إلهي تلمامي صفات كوضو وقدري وأمرهم شورى بينهم أرن كوضو ووضتشي يا ما استبداد يا دكتاتر نما ما أنا إلي ما سيجيسو أمر قادة ما دكتورو ما معيهي وأمرهم شورى بينهم ووضتش والرأي يقول للركرقه ويسقوا لسوقيه يا والمحال هاي ساها محاي كولتها يا سيقو من كان هدين قادرنا محاكا ملانكرا سيدان هدين قوانكو قادرنا محاكا إيمانكرا بحبا العلين يا مركي اللي سوقيه الرأي قاسي اللي سوقيه يا وحاكا صباحي ساها ميد مركا الصوابية سحل موضو كاسا لقادنا خاصة قضايات كاجتهادك رماه الدنيا ذا حتى مسائل الدينك وحيالها النص كو إيمانين وقال لك الشورين شري شورات معناها ذو حويان علماء ذا قناعات كوضة إيه فهم كوضة إيه تعليلات كوضة إيه وحي أدي الله أركان وإيه بقى لسكين يا والله نقاشي سمارت سيدة الدراد يتبع النبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه وكان أرجح الناس عقلا يا بني آدم كالروحة أو عقل بضنبوها وكان أعلم الخلق بربه مخلوقنا سجل ربك أغوية قاني وكان أصوب الناس اجتهادا اجتهاد لاجتهادنا النبي صلى الله عليه وسلم الصواب كأسجل أغوه لأغا ومع ذلك النبي قال أنه السيدة يسجل
oo haddana waxyi lagu hagayay, tilaabadu qaadayaba waxyigu hagayay. Haddii xataa marka qaarkood ijtihaadaadkiisu sidii la rabay noqon waayaan, waxyi baa imaanaya markaasoo waa la toosinaya. waxaa la leeyahay cafa allahu canka lima adinta lahu cabasa watawalla an jaahu lacma. soo maarat yani xataa haddii ijtihaadkiisu uu noqdo sidii la rabay si ka yara duwan, markaaba waxyi baa imaanaya. asagoo saa ahaa ayaa nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam haddana rabbigii wuxuu ku yidhi washaawirhum washaawirhum fi lmri, saxaabadaada nebiyow la tasho oo arrinka kala tasho. u fiirso nebi maxamed baal wuxuu leeyahay saxaabadaada la tasho, ra'yiga la wadaag, talada la wadaag, yaa ra'yiga ka qayb geli sala allahu calayhi waalihi wasalam. ra'yigii markaad la tashato oo la rogrogo oo la celceliyo oo go-aan la qaato, faidaa casamta fatawakkal cala allah, haddiiba go-aan aad qaadato labac labaca markaa ma leh, ilaahay tala saaro go-aankana ku dhaqaaq. yaa saas daraaddeed baa nabigeennu sala allahu calayhi waalihi wasalam mawaaqif far badanoo wuxuu leeyahay saxaabadiisa uu la tashaday oo weliba ra'yigoodii uu tanaasulay mararka qaarkood. haddaan laba mithaal soo qaadano, dagaalkii uxud, rag dhallinyaraa nabiga ra'yigiisa wuxuu ahaa sal allahu alayhi wasalam, quraysh baa soo duushay, ciidan badan bay wadataa, nabiguna sal allahu alayhi wasalam ragga la socday ciidanku waa yar yahay. markaasoo kale waxaad u baahan tahay dhufaysyo iyo meel gabaadyo iyo xarbulcisaabaad iyo magaalo inaad ku dagaalanto. bannaan inaad u baxdood, bannaan isdhigto waa lagaa badan yahay. waxaana ilaahay nasrigiisa iyo nusradiisa marka laga tago asbaabta inaad qaadato waay, yaa inaad tidhaahdo maye ilaahay baan ballanqaad ka haystaa laba gooraba waa guulaysanaya, war maya asbaabta qaado. saas daraaddeed baa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taladiisu waxay ahayd war magaalada gudaheeda aan ku dagaalanno, magaalada gudaheeda aan ku dagaalanno, bannaanka inaa ugu bixi. weliba wuu riyooday nabigu sal allahu alayhi wasalam, wuxuu ku riyooday isagoo dhufays ku jira iyo lo' la gowracayo, lo' la qalayo. dhufayska wuxuu ku fasiray inay tahay magaalada Madiina. lo'da la qalqalayana waxay noqotay tafsiirkeedu noqotay saxaabadii lagu laayay dagaalkii Uxud markuu dhacay. halkaa waxaa muujinaya, riyadu muujinaysay in magaaladu ay dhufays tahay oo iyada gudaheeda lagu dagaalamo. ra'yiga nabiguna sidaasuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. laakiin niman dhallinyaro u badnaa oo dagaalkii Badar ka maqnaa oo xamaasaysnaa ayaa waxay yidhaahdeen nebi maxamedow sala allahu calayhi waalihi wasalam, magaalo nimankan kula wareegaysan mayne, rag bannaanka loogu baxayo bannaanka inoo saar. warugkaadiisaa maehe, maya maya maya, bannaanka inoo saar. nebigu sala alayhi wasalam ra'yigoodiibu waa yahay buu yidhi ina bixiya, bannaanka loo baxay magaalada duleedkeeda lagu dagaalamay waa kii mukhaalafadii dhacday iyo khaladkii saxaabada qaarkood ka dhacday kii dagaalkii uu dhib ka yimid. todobaatan khiyaaru saxaaba ka mida la dilay, yaa oo weliba raggii nebiga sal allahu alayhi wasalam agtiisa aada ugu cuslaa ka mid yihiin xamse iyo raggii la midka radia allahu tacaala canhum ajmaciin. meeshaasoo kale maxaad samayn lahayd marka? ra'yigaagii baa markii hore la qaadan waayay, ra'yigii lagu bedelay kaagana waa lagu jabay. dadka sidaa yeelay oo ra'yigoodii lagu jabay, adi maxaad samayn lahayd? ugu yaraan waad eedayn lahayd, waxaad dhihi lahayd idinkaa noo horseeday, aafadan idinkaa keenay, yaa waxaan odhan idinkaa sabab u ahaa, midkii jagahayana waad casili lahayd, qaar waxaa laga yaaba inaad xidhxidhi lahayd. soo ma nabigu sal allahu alayhi wasalam xataa ma eedaynin,
xataa ma eedayno bada idinkaa noolaha ma dhihin nabigu sallallahu calayhi wasallam. Sababtu maxay tahay? Sababtu wax weeye ra'yi baa la isu keenay. Qadayaadkan waa taatiig dagaal, waa istaraatiijiyad dagaal, waa fanni dagaal, waa ijtihaadi waaye. Soo ma nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa ijtihaadayey, saxaabadiisuna ra'yigooda waa ijtihaadayeen. Haddii timid laysla qaatayna eed ma leh. Soo ma looma qasdin, laakiin ra'yi baa la isu keenay. Soo ma arag, waa iskaashiga caqliga waaye. Caqliga laysu geynayo oo laysu kaashanayo weeye masaa'isha iyo bislaynteeda iyo karinteeda iyo rogrogideeda ayaa laysu kaashanaya. Caqli baa laysu keenaya. Dhacdada kaliima dhacdooyin badan oo noocaas oo kale jira. Dagaalkii kaa ka dambeeyey ee axzaab, markii ay gaaladu isa soo baxaysteen oo meel walba isaga yimaadeen qabaa'ishii carbeed, maxamed iyo madiine laha laga takhalluso ay isku waafaqsan yihiin sallallahu calayhi waalihi wasallam, ayaa nabigu wuxuu la tashaday labadii nin ee qoysaska magaalada madiine dega ugaasiyada u ahaa aws iyo khasraj, labadoodii ugaas ayaa sacad ibnu cubaada iyo sacad ibnu mucaad, laba nin oo ugaasiya bay ahaayeen. Nebiguna dhaqankiisa inta badan ma ahayn reeraha diinta qaata, qabaa'isha diinta qaadato inuu ugaasiyadooda casilo oo uu baabiiyo dhaqankiisa inta badan ma ahayn. Sida qaalibka waxa weeye sistamka dhisan ee reerku u dhisan yahay ee ugaasiyadii iyo salaantidiisa iyo nabadoonnadiisa ayagoo sidooda u dhisan baa dhanka khayrka loo leexin jiray. Sooma ilaa inay islaayaan oo qajacleeyaan oo shar ka shaqeeyaan unbay ahay. Soo maa jihaaskii oo sidiisa u samaysan buu nebigu xagga khayrka u duwayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Taas daradeed ilaa nebiga waqti intuu ka geeriyoonayay sallallahu calayhi wasallam, aws iyo khasraj ugaasyadoodu way jireen. Soo maarat labadii ugaas buu nebigu u yeedhay. Wuxuu yidhi wareedhaha, waad aragtaan in laysuu ka yimid oo laynoo tashaday qabiil ka mida qabaa'isha niman qatafaan la yidhaahdo, meelafu ka yimid oo quraysh aan ahayn, qurayshtii laysla jira ma laakiin dhinac kale ka yimaada. Nimankaas haddaynu wada hadal la galno oo gaalku hadduu ku heshiiyo hadde waa la kala siraa, waa la kala jabiyaa cadowgaaga. Haddaadan cadowga aadan hal mar wada waajihi karaynin, waxaa la rabaa inaad kala qaybisood kala reebato. Siyaasaddii nabigeenna weeye sallallahu calayhi wa alihi wasallam, gaalo qabaa'isha qaar buu heshiis la galayaa si qaarka uu dagaalku kula jiro uu ugu keliyeysto kuwani ayna garab ugu soo noqonin. Siyaasaddii nabigeenna wey sallallahu alayhi wasallam, caalamkao dhan baan wada waajahayaa oo kulli waa iska wada celinahayaa oo kulli dagaal baan ku wada qaadaya. Oo maxaa tahay adiga bini aadan tabar yar baa tahay, sunanka ilaahay inaad qaadato waay. Sunanka ilaahay waxa weeye wax kastoo suurtagalku waa farsamo a qaado. Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yidhi wareedhe, war qabiilka isaga ah haddaynu magaalada madiine midhaha ka go'ay timirta ka soo go'aysa sanad iyo laba sanadood haddaynu u ballan qaadno si ay inooga tagaan, ayagu haddayna dhaafaan oo inaga noqdaan, yaa quraysh iyo inagu isku soo hadhno, hadda waynu isnaqaanaayo kuwaasi waxa weeye waynu shaqaynu ka qabanaynaa. Haa, laakiin qoladan aan iska dirno maxay idinla tahay? Labadii sacad waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahay ow, annagoo gaalo ah, intaan gaalada ahayn xoolo kuwaana ah bilaash laguma hunguriyeynin, annaga nala baadi maayo. Yaa qatafaan qatafaan iyo reer carbeed, annaga markaan islaamnay kadib annagoo jaahiliyo gaalo ah baan nala baadi jirin oo wax annaga aan lagu qaadan jirin, gabgab lagu qaadan jirin. Maanta annagoo muslimiina maxaad u malaynaysaa bay dhehe, koob shaha siin mayno, waxay ka badin waayaan hayeela. Nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, ma garsaa ma garateen? Ha, waayahay buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam, waa ku raacay rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Markuu sidaa ugu raacay, isbahaysatadii axzaabtii suuratul axzaab iyo ka warrameen, hadda muddo bil ku dhow markay magaalada dul fadhiyeen oo dagaalo yaryar iyo meelo yaryarna laysaga hor yimid,
ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ciidamadiisa soo diray isbahaysatadii ilaahay dabaylo iyo qabow iyo aafaad iyo waxaa la garanayn buu ku kiciyey. Wa kafa allahu almu'miniina alqitaal, dagaalkiina ilaahay baa mu'miniinta ka kaafiyey, cadowgoodiina jabiyey. waxaan ka soo waday nebiga taladii la qumanay, tala aan ahayn bay sacdayn ku qaateen, taladoodii buuna nebigu u tanaasulay sallallahu calayhi wa alihi wasallam. maxayna tusaysaa marka? waa tacaawun, waa iskaashi, waa ra'yigoo la isu geeyo. waa maxaa la quman, war maxaa ka dhalan kara? waa rogrogaya, waa la karinayaa. sidaasi wuxuu ahaa hadigii nebigeenna sallallahu calayhi wa alihi wasallam, hadigii saxaabadii saasay ahaayeen. markay iskaashiga maskaxda sameeyaan, kadib bay wixii camalana isu kaashan jireen. dagaalkii baa la isu kaashan, dacwadii baa la isu kaashan, khayrkii baa la isu kaashan, islaaxii baa la isu kaashan, yaa wax kastoo wanaag oo dhan bay isu kaashan jireen. iskaashigaasi marka wax weeyaan waa midka ay noloshu ku salaysan tahay, waana midka diintu inagu soo gaadhay waay. innaga oo gees ku nool geeska Afrika ama bariga Afrika ku nool, inay diinta Islaamku ina soo gaadho waxay ku timid iskaashigii saxaabada ridwaanullahi calayhim. yaa haddaynan iskaashigaasi jiri lahayn, diintani mashriq iyo maqrib ma gaadheen. marka wax weeyaan tacaawunka iyo wax wada qabsiga iyo wax isla qabashada waa midda muxuu ahaayey ummaduhu wax ku gaadhaan. waxaan mawduuca aan saa ugaga hadlaya wax waaye, mujtamaca Soomaaliga meel walba uu joogo ayaa waxaa qaalib ka ah waxa la yidhaahdo fardiyada iyo gooni u socodka. xataa hadday magaalooyin soo galeen oo ay magaalooyin yimaadeen oo ay caasimado ka dhexeeyaan, mar walba waxaa xoog badan gooni u daaqida in wax laga dhexaysiiyo wax wadaagaan way adag tahay. sidaas daraaddeed shirkadahooda haddaad u fiirsato, shirkadahooda shirkada halka nin leeyahay baa guulaysata, laakiin shirkadaha isu tagaayo way fashilmaan. sabab waxay tahay iskaashigii ma yaqaanaan. magaalada ka dhexaysa Gaariso kale ka soo qaad, magaalada ka dhexaysa wixii masaalix guud ahaa ee la iska kaashan lahaa waa dayacan yihiin. laakiin nin walba intiisa khaaska waa ka adag yahay, soo ma gurigiisa gudihiisa waa nadiif, ilmihiisa iyo islaantiisa waa maamusha looguma yimaado, dukaankiisa khaaska iyo shirkadiisa khaaska xariif buu ku yahay, soo ma war qashinka wadada yaalla aan isugu nimaadno. wuxuu kulay adar iska qaad aday ku qusaysaay aaniga ila soo doonanaysa. war nabadgelyada iyo sukuurtiga aan ka wada shaqayno adar dantayda maaha, soo maarat. war wadadan aan iska hagaajinno adar aday kuu taallaa. wixii ummadii isu kaashan lahayd iyo masaalixdii guud oo dadka ka dhaxayn lahaa ayaa daciifin ugu ah. fahamkeeda, qabsashadeeda, wax wada qabsigeeda ayaa inagu adag. saas daraaddeed markaad adduunka marto, meel walba soomaalidu degto waxaa ku dayacan masaalixdiiyo danaha guud. danaha khaaska ana way hagaagsan yihiin. annaga soo Nairobi hadda ma deganin, xaafad isliin la yidhaahdo saaxaafada soomaalidu badan tahay maaha. balkaal erag maxaa suuq ka dhisan, maxaa guryo muraayada a ka dhisan, midba midka ka dambeeya waa ka sii dheer yahay, maasha allah ganacsiga kala socda, dhismaha socda, meel walba waa lala wareegay. laakiin guryihii qurquruxsanaha iyo taagtaagnaa iyo muraayadaha ah hoostooda bullaacad baa daadanaysa. yaa war bullaacadan iska hagaajiya. magaalada dhan waxaa looga kala guuri gaadhay wiilal yaryar oo subabaawar la yidhaahdo oo masaakiin oo tooriyo wata, yaa magaalada looga kala carari gaadhay. yaa war ummaddan oo jirtaan nahay waxaan aynu wax ka qabanno way fududdahay maya, laysuguma imaan karo. innaga iska daa kuwii jumhuuriyadda ahaa ee dowladda ahayd ee halkan saasay u taallaa.
ريره قواشين قواشين تيسوي ماذا اللهم هذا وحسوك عشان هيا رهب لا انسكعل انه ويا قنا رهب لا انسكعل انه ويحن يبربرين غالك هن رايك هن ارضى طلعي انسكد عنه انت زي قنا ايضا مصي صعد وانا عنصر كالضنبو اله اليه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقيبت لليه حماني حد قدم هاي سوكا عشاننا بركا اني انو برنو وانو ابس لانو وحلي رضا اسكاشي لودي وحسكو درستاي وحضر كيسا بيه بري يقو قورت اسكولة جرا كالقبت هاي محكمة بيسلا ساريهين ودا دادي الرادي هاي يعني وحوي والا كالحيا والا ودي وحوكا اسكو درستو الشركة داي لأنه وحيوبا أنت هاي وحن ثقافة واي والبحنمو وهرمر إني أمد وحوذاقي كرتو وحسقو إيمان كرتو إسكاشن كرتو رأيك إذا إسوقين كرتو أود إذا إسوقين كرتو مصالح إذا قود كورا الشقين كرتو والبحنمو أنك ما داما أنت بدن كسو تشيدنو مجتمع بدوية وإنت بدن بادية ninka ino gurron ba awoogi baadiye ka yimi kan kala la hadduu ka soo ruuleeyay ba hadda hadduu kooyay ba qarkood baadiye maxaa ka jira baadiye waxaa ka jira reerku meesha uu degan yahay oo xoolaha ugu foofaan geela yaarigi looda ugu foofaan foofka xoolaha in looga soo dhawaado ma ogola soma haday reer la soo degan ولكن هذا الافاق يفوق كما يجدك ترك كر اموان كاكوره وراه يحبني قد حراس كاشانو ورمصالح بان قد حيسمايا هذا الجيل قد رسو انا وانا كي قد رسنا وحنا قد حي مال نولشي باديها مركه يدورك يغا غوريان كلا غورو ايا مغالها دي لا يمد تي با شقينس البحن مدي يا اقونتي يو هرمركي لغا غدبي لها oo lugu gaadhi laha umadaha kale lama hayo iskaashi ma jiro mar sidaas daraadeed wa hadara u baahan inaynu ugu yaraan daayirteenana ku barbaarino inaguna aynu fahanno masalix badan baa inoo xaqiiqoobays dana badan baa inoo qabsanayna wax badan baa inoo suuroobay marka inaynu khayrka isu kaashano khayrka adaynu iskaashano iskaashiga maxaa iimaanaya waxa iimaanaya khayrku inuu hormaro yaa مساجد كان إني ندرسنه إسكاشي بوباهي قولة دين تلقو برتو إن لها قاتشي إسكاشي بوباهي نبدقل يدا إن لا إله شضو إسكاشي بوباهي حتى الدولة دي مقا منكرت حتى الدولة كلي قد مقا منكرت دولة دينا مجتمع هذا أوصل وحلقة منين دولة دوا دور نين يدور أسكري وميلها تانتاقين يدور تشاقها يوا هذين مجتمع سيدة دبا أين وضع الشقين له أيقو برامجك كالشقين وبلشلو أين الشقين حتى الدولة دي وحبا دلما قمان كرتو سيدة سدرادة وحين أبها هاي فقه يفهم كإسكاشي إسكاشي وحو كان يا مركز تو تبرتادو يرتحي باهيدا أدوق بتاسيبا نبي قيلنا صلى الله عليه وآله وسلم مركو مساجد كي مدينة لسي يا لسي يا صحابتي سونو قيبك قري حق السوقو مد لانكين مد قبو مد حج مد وحاء ساتك ساسا لغلس دولة دي ساسا لغلس وصالح دي ساسا لغو إلى شني اسكاش يا اسكاش شكاس أيوه قوة دوذين كوهر قلين ومديه كغاعت كادين عالم كي كومو قوليين حضارة دي يلبح نمدي عالم كوقت دير هو قامين يسيكو أساسين خير كذي بركات كنا إنك إنه جسوع قاري مركا تعاونك يسكاشيك يدناها جود يمصالح ذا جود وحقبس وهذا قبسك إني نبرا نواه وحيالها كهر إيمانا يروينا سكيل علينا وحيالها كهر إيمانا يوحى كم إذا تفرارقة أو إنك عذرك وقدرنا إن هي ويهي قبيالده عذرك أن السجوب إيمان كريم به وحنا أول قبسان كريم وقبيها لدى وعذر السنة الله لو هذه الروح الدرس كأهاية الماشا وذي الدكنا أيا محوها يسعو لاذين أيا
mid baa mid dilaya. Odayaal dhan baa intay fadhiistaan oo ciro leh, yaa oo gaboobay oo lixdan jira ah oo geeridoodii intan soo jirto oo qabrigii u muuqdo intay fadhiistaan baa waxay leen rehebilan iska celin. Yaa war soo ciradaada ma aragti, war da'daa tahay soo ma aragti, war soo ilaahay ma rumaysa, war soo aakhara uma socoto, war soo qabri geli maysa, war soo adoo keligaa ilaahay la kulmi maysa, waxaad ku qabaabaysa laga kari lahay soo dhiig muslimaa. Yaa maxaad rabtaa ilaahay waa ula tagto? Markaad iskaashigaagii iyo caqligaagii iyo maskaxdaadii iyo taladaadaba gelinayso, reehebel iska celi, reehebel la. ama kii dambiilaha ahaaye gacan ku dhiiglaha ahaa intaad gadaal marshato aad difaacayso, calashan waa reehebel. nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, ninkii dadkiisa dulmi iyo gardarro iyo khalad garab ku siiyaay wuxuu la mid yahay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam, sidii neef geela oo ceel ku dhacay oo saynta la jiidayo. neef geela oo ceel ku dhacay haddii in laga soo bixiyo la maago oo saynta lasoo qabto, ceelka maka soo baxay, maxaa dhacay? ya sayntii baa soo go-aysa, soo ma sinaba loogama soo saari karo. maxaa laga wadaa? waxaa laga wadaa nebigu wuxuu leeyahy sal alayh wasalam, ninkii dadkiisa ama cid kale dulmi ugu kaalmeeya halaag wuxuu halaagsamay aan ka kabasho lahayn. halaagga uu halaagsamay xataa lagama kaban karo, waa halaag ay u dhammaatay. waa sidaas daraaddeed aynu khayrka isu kaashanno oo wanaagga isu kaashanno oo dadka wanaaggii khayrka wada aynu garab siinno. xumaanta dadka wadana hadday kugu qabiil yihiin, hadday kula koox yihiin, haddaad isku gruub tihiin, haddaad isku masaalix tihiin, marba hadday waxay ka shaqaynayaan uu xumaan yahay, ka bax garabkooda. walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan, xadgudub iyo dembi qayb ha ka noqonin. beri baan idinka haydhe oo maxay ku yeelayaan? yaa haddaad qabiilka ku tidhaahdo ama kooxda ku tidhaahdo dembigaad ku jirtaan iyo waxaad qasaysaan anigu kuma jiro, maxay ku yeeli karaan? war maxay ku yeeli karaan? qaaraanka kula bixin mayno bay ku dhahayaan, adeer la taga dhe qaaraankiina. yaa arsaaqdayda ma qabiil baa gacanta ku haya aniga? wa fi samaa'i risqukum wama tuucaduun, arsaaqdu samaday jirtaa, ugaasku gacanta kuma hayo, suldaanna arsaaq ma hayo, reerna ma hayo, adeer qaaraankiina iga goosta dhe. laakiin haddaad tidhaahdo yacni waxa weeye maya tolkaagi iyo kabtaadaba waa lagu dhex jiraa, fiqi tolkii kama jana tago, kama naasi laa baasa, dadkaaga la soco or naar bay ku socdaan. ya dad meel xun ku socda adigana haddaad garab ku noqoto shaki ma laha. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi, dad baa kacbada ku duuli doona, dad baa duulaan iyagoo duulaan ah oo kacbada duulaan ku ah, meel dhexo iyagoo marayo bannaan oo cidlo ah baa ilaahay dhammaantood wada halaagaya. markaasaa saxaabadu waxay rasuulka ilaahayow, waxaa ku jira dad uun jidka kaga soo dhacay oon warba ka hayni waxay u socdaan, qaar waxaa la socda lasoo qasbay, kulli ma laysla wada halaagaya. nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, waa laysla wada halaagi, kadibna ruux walba niyadiisaa lagu soo saari doonaa. xataa wax kale iska dhaafay haddaad sawaadkooda badiso, sawaadkooda iyo xumaantooda haddaad xataa waxoogaa aad u camirto, adeer waxa weeye qayb baad ka tahay. xumaanta laysu kaashanaya ha layska daayo, dulmiga ha layska daayo. dulmiga iyo baqyiga iyo gardarradu nafsigoodu ma daahee, waa soo degdegaa. nabigeennu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, laba dembi iyadoo aakhare ilaahay cuquubo uu ruuxa u kaydinayo, haddana cuquubo soo degdegtay leeyihiin oo adduunka ruuxa ku dhacaysa.
لماذا دمي معي البغي وقطيعة الرحم بنبي صلى الله عليه وسلم قرد الرضا يحد قدبك إيه الظلم إذا خلق قاعد قصة بينش إيه سيدو كره قرابة جويس نمدا هذا قرابة جويس تهاي عقوبة هذا ضاهي ما يسوع آخر كليان اللي يقول السوق ما يو عفيمات كاجا قري كاجا حاس كاجا يعني وحو الدين تهذا الدون كاجا يا اللي هو عقابي قارب ضرر كم إذا نجا دبعته نقول عادي لكن ما قرني ولا نجا هيسوت قارب ضرر نجا كم إذا عروتي من كري لانا سوما عرورتي با لو مار لاي شيخ عرورتي قح لودي ورفات سنهي بل يسو دعيه علم الدعيه محل دعينا محل دعينا هذيك المان سوا عقوبه الربانيه كو دحداي لكن ليش لا غارينا نغرين بلغايا با قراوادادي اي حكتادادي او كو باهن او دانتو ayaa laga yaabaa inaad baabka ka xirato kadibna xuquuqadii halka ka dhalatay inay ilmahaaga ku dhacday waxa laga yaabaa xuquuqadii halka ka dhalatay inay xoolahaaga ku dhacday waxa laga yaabaa inay diintaada taabato oo ta ugu darana imisa ruux wanaagsana oo safka ku wareeg jiro diintiisu fiicnayd oo akhlaaqdiisu fiicnayd oo maalinta dambe diinta ka baxo gaaloobay soo ma jiraan imisa diintoodu roonayd oo salaadii cibaadada ku roono cibaadadii diintii ka nusqaamay waxaas oo dhan waxa weeye waa cuquubad ka iimaanaya ama gardarraad gashay ama qaraabad goys midba waxa lagu salidaya lagu diraya naagtaaba lagu diraya xaaskiiba halka u galeys markaas uu rafaadaya oo guriga ku gubanaya oo sayala garan waayay ma furi karo yaa intaasay wada sheekh maxan sameeyaa تم حد سميزا اسلام دو عيدا اله يا اسلام دو عيدا اله سو دري هيدو عاصي هل نقطه هدير لكن اله با كوغو سليده يا عرورتن اله با سليده وحا سو دنه وح ويان وا موقف مواقف تا ده كميده او سلم فيلان اد خلد او غشاي وا سمعت مرك بغيك يا قردردة يا ظلمك يا سكاشك يا أردك يا شرارك يا نقال بحنت يا فدنة يعني واحد كعنت هذا رقاب قيب هكا نقولنا يا قيب هكا نقولنا بل وحل لبها هي إلا لدى قالمو إلا لدى قالمو وضدك في الندى وضع يا فسادك وضع يا برشد اسكود دريا يا ديك الدادين يا يا إن السكة شدو سيدي لوغو هرتوكي لها حدي الله آمسو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وحاد اسكتشرتان مصيبو إيو فتنو أن كود عينين كو الدنبي قال يكلي أن كود عين كل جيم بايدن كو ضدعي مركي تمادو عدو الراكعي أبارا كعي أولاد با كعي أفوين با كعي كلنا وحيكو إيمانيسا حمانتا يدنبغا يخلداتك اللي سكها شانيه يغبضانتاه سيدة إلهي قرآن كريم كاينوه شيغي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سيدة استلادي دول ليال أين نقن الصالحين مصلحين خير كائنو كدواقنو خير كائنو كشقينو حتى ميدك حمانتا كشقينيا مركو اوغادا بلشدو اني مصلحين كو جيرتو يا واحشونيا انتي مصلحين تاهي وحاجا جين لها مركاي اموسان كي وحلينيه با جيسا لا صوبخيا يا اسغا ابوركا كخينيا افكا ابوركا كخينيا اسغا وحبابوليه يعلم دحاي نينكا غبدو اموسي يا وحا لا نوقدين ان غبر غرب اردي marka maxal sugaya mark xuquuba ilaah nabigeenu sallallahu alayhi wasallam fi sahih al-bukhari asagoo hurda ayuu habeen hurdada ka soo booday markaas nabigu xur sallallahu alayhi wasallam waylun lil arab min sharr qad iqtarab arab halak ba kuwab saday shar dhaw oo waqti aan fogeyn dhici doona ayaa arab halak kaga dhacay oo dhibaato soo socota
مركز حاسكي سوح يكتر يا رسول الله النهلك هو فينا الصالحون رسولك إله يو أيقو ضدك ونهناك سنة ندحت وقان بيان لهلاقي ضدك أخيارتي بان ندحت وقان ننحن يا ينحن من صميني سوابة شرتاي لكن ضد بضنو أخيارات وقان هو ناقله مثل لهلاقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر فيكم الخبث والذي ما دهلاقي كين وناكسن هي كين حمبا حضي حمانت لحدي نكبضته كان شيخ أها متقان والشيخ عذر كدوه إساقو أريد موسى كتشرين يا متقان ويكو قادة ويكو ليفي محيو بان دمرك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيه وأهلها مصلحون إلهي دك موينك يا مجتمعاتك مهل أقو مركي بحجوغان ضدك وح إصلاحية يا كوي هرم عي أهين صالحين إياك الله فوهد إستقال في عناي إسكع عبادي السنة هي كو أولا لها لاقي مجتمع عبد بادي سوحبك كتري مايا يا هذا هذا إسكتو كتود إسكا صونتو إسكا صلاةو إسكا عبادي ستو لكن هذا نبك مجتمع لحدي سكسر هذا وحبك قبلن هذا قصة إلى الصوت إسكع عبادي ستو أهفده ويكساقي بدبادي ميس صوما لكن إلهي مجتمع وحكومة بادية إن لجهل لحظة وده دتاجن وخير كأتاجن ووناجة أتاجن أو إصلاحنا يا أو حاجاتنا يا أو حمانة الريبة ووناجة فرية كواسي أنت لحظة وديهين مجتمع أنت بد إلهي وبد بادين يا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها هي صالحون الله مدين وأهلها مصلحون وفرق بين المصلح والصالح سمارتا مركا اينو مصلحين نقنو خير كان سوكا شنو وناغ هلغا سقيو حمانته هلغا هرتغو قبيالته هلغا هرتغو ديغن دادن اي هلغا هرتغو يا دول بالسكو ديليا بالليه يا ميد بال ديلي وصار بالو دفتي ميد بال ديلي حبط بالو دفتي ميد بال ديلو مخو هاي مخو هاي وها لو دفتي بانغد ور محل لو ديلي دول يربا لسكو قفصه ور دولك الهي باسكال دولك ايدين ديقي واه اسكو لينيسا حقي يالا دولك ديقي واه ددكن يا مكي كويتي كيكويا انت تراديد وبلتا دولكينا كو خيريريماي سومالي دولكيدا يا دغن يا بقولال كيلومتر انت تصحته بعد وحنا فلي اكو اركيد وحنا فلي اكو اركيد ان لي اسكبا دا ودولك ايدين قادي ويا اسكو لينيسان واكي إذ إلهي بري الله ردك دون دار إذ كمر مرسون دون دار إلهي بلك يوالو عريدي وهو شيطان هي آفو هي داد على آخرية أدون منا عن ضلحين هي قوة آموسة بين القرن سيداس درادت فتنك بلايو كهرتك بيليده كدوة تكمله يا ديمنا لقبته إليده يدوة لقبته ملي آفو كهرتك بيليده قضياشة أخيارتا علم ماذا وحقردك سياسيينتا ومدى وحي فتنة وذا وذا تشيرين لغا هرتقواه قبيلك دوني هنقضو ريرك دوني هنقضو كوحد دوني هنقضو وحد دوني هرم يسنادو وين لغا هرتقواه هدين اللي يالي واه فتنة تمادا نبتقل يحدو ماذا تمادا عذر رضا يمادا أبارتا تمادا أفوين كيمادا عقوبات كيمادا وذا وذاقي انت هذا تقول هذا هاي يا أما صالحه أما هاني ضنتين ويبرك وتعاونوا على البر ها وتعاونوا على البر والتقوى خير ورن يوحي وناجا يا الله كعبس يا مصلحة يسوك عشرة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان حد جذب يدنبي يخلط قلو وضو أما قبيل وضو أما كوحي ودنا قرب كذا كبح قيبها كان غنين حكجي سنين بل كهرتك لا دغالن كعلي يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما
أو مظلوم ولالك أهيلي هدو قردرين هدي لغا قردرين هاي وحي رسولك لا يهدي لغا قردرين هاي قرنني أولا قرب استاقينا وكدعنا وحكا قردرنا هدو استاقب قردرين هاي سيال أهيلينا نبي قحر صلى الله عليه وسلم كعانتك قبتا حمانتك عليا هي الذي سوتا سو نبي قحر صلى الله عليه وسلم قبيل كأت كدلت إن حمانتك قبتا هي لضوضا تنتظي مصلحة ضوضا وحي كتشفتا إن الطلاع يتهضد حمانتك كعلس لأن قد بيكود هذا نيا ليك بيجليا الدنيا ذي بفسادين يا نبت جليا ذي بخرب يا ما إلا قاري ما يا فرسومالي سو قب قب قوائل سومالين سو قبيالات سومالين أو الرير كي رير كعد كاد يا رير رير كعد كاد ما هي سان رير كأقول يري أقول لان قابسن لقى ما أتكان كرو قبيال اللي هذا كلاعت كان يسأل لوه لأن يدور نبأ أساس كده هي بعض الأ ليك ده تي حوله قبته نبي تقولي حمق خربات دولة دنته وحاء بإيمان مويه لكن قبيل كاسادس ليه ده هي نمي يوم ملك قاده أو وح كدر كيس كم دور كيسن كريس ماش هذي بيت تشوك ماش هذا تشوك واي سما وان مرك خسارة ما حد يأوي وخسارة هواي راتي وحفا إذا الله هي سيداس دراديد ميره هدي حميد واهينا دنتو وحي ku jirtaa dadka xigtadaada ee ehelkaaga ee qaraabadaada dhex orodo xumaanta ka cil inta karankaaga nin walba haduu qaybti soo islaaxin laha waa wada islaaxi lahayd laakiin mushkiladu waxay dhacaysaa marka xumaanta la isu kaashado aafaadkana marka imaanaya ilaahay tabaaraku taala tawfiiq dahayna wafaji oo ilaahay masalixdeena hayna garansiyo والله تبارك وتعالى شيطانك يا شرطة يا فتنك الله ينقبت وإلهي تبارك وتعالى وحوي ديسرينا ومدا ومد خيروي ومد قلوب تيضو استعشاهيوي ومد إلهي ومبدأ إيمانك لحيسيوي ومد إلهي تبارك وتعالى وسكحريوي ومد داس إلهي ورد الرميسان الله الرميسان رسول كيس الرميسان والرميسان حق آخر الرميسان ومد داس إلهي تبارك وتعالى مصلحة هذا هوا فتشيو أنت الشرك هذا يا حمان هذا كشقيني أنا إلهي تبارك وتعالى ها هنونيو أنت أوسن هنون قلت لك لنا إلهي كقبت هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.